بطل الدوري الفرنسي خاسر حتى الآن من نيس بخمسة أهداف دون مقابل. طواف إسبانيا للدراجات أيضا حاضر مع بيين سبورتس السابعة. سنذهب الآن للقاء نوريتش ليفربول الجولة الأولى من البريمير ليج وعصام الشرعي. شكرا للزميل عبد العزيز الناصر. أصدقائي المشاهدين أحبائي كرة القدم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عام جديد بنسخة جديدة من الدوريات الأوروبية على قنوات بين سبورتس. أشهر الدوريات البريمير ليج ينطلق في لحظات هنا على ملعب الكناري نورويتش سيتي الكارو رود. بعد لحظات انطلاقة أحد المرشحين للقب، انطلاقة دوري بجمهور 24 هدف في هذا الأسبوع الافتتاح. الكرة من الكاميروني ضاعت الكرة لاكتيوس البيجي، فكيف سيكون عام الطموحات؟ الليفر غير راضي على الكرة الإنجليزية كما عهدتموها كما ألف شهير ياري لتمانن. كرة نورويتش سيتي الكرة الترانجا السنغالي من اليسار انطلاقة أولى والحارس مينو تشامبرلين وعلى يسار السر في مملكة الجوتس ذا كوين ينطلق الكرة وتنطلق لها الفرق وعملوا مركز ثاني وصافة في اليورو. ركلات الترجيح فقط على أسطورة ويمبلي هي من حرمت الإنجليز من أبنية. ينطلق وهو سيد أوروبا تشيلسي له وما قبله سجل 19 وقبل 10 دايك يمشي برجيل بذكريات زمان. كرة ترجع من ساديو غانرز أرسنال بدأ بخسارة الدوري تشر عدا هدف في دور العام الماضي 9 هدف لجوتم الثالث بفارق فقط النقاط وهدف لجوتم مين لصلاح يلعب صلاح بعيدة أولد أرنولد فمجد السال الخطيرة وسهل للحارس نجوم نبي كايتا نبي والرأسية والعملاق كلاكيات الحارس دور على دياغو جوتا من يسجل الهدف الافتتاحي في مانيا. انطلاقة سريعة عرضية والهدف الأول يضيع على صالح ليفربول فرصة أولى في المباراة. مستوى الكرة في أعوام الكوفيد نتيجة خيكي بوكي الفنلندي عرضية لبوز آخر انتصار افتتاحي لنادي نرويج. تكسير الريتم هنا الكل تحب الريتم الكل تحب في وجود أنصاره يهاجم ليفربول مثل ما يدافع أمام إصرار وحماسة فريق الدار. تلعب الكرة مواجهة بين الفريقين في الدوري سجل ليفربول خمشي صورة للأصل صفر. يلعب الأخضر الكناري المتسجل الهدف الأول يمشي كرة خطيرة ملعوبة والحارس المراوغة ممتازة نورويتش الضربات الأولى تعليق أيام زمان الكرة ترجع والدفاع الجبروت الأحمر عرضية إلى روسيا الراس ترجع بالقدم تضرب وترك الفنلندي جول الفنلندي جول والحارس صالح سامباكر الأركلية أخطر كرة هذا بوكي كرة بالراس خطيرة ترجع من الدفاع كرة والتسديدة كانت من تشامبرلين. كرة من لاكس غانرز أرسنال هي بمختلف في مسابقاتها هنا من أرنولد أرنولد صلاح 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 وقول التسديدة الأولى من الملك التسديدة الأولى من الملك تشيلسي الرباعي المرشح للتاج. الكرة ممتازة في الكرة في المباراة في المتعة في الإثارة في الريتم هنا السرطان الليبر بقدر ما هو هدف جميل مرعى الرغبة والضربة أضرب يا صلاح مش ممكن مش ممكن على روعة الكرة الإفريقية اعترانجا للفرعون المصري وصلاح كاد يهز شودة الهدف المنشود إلى أين أرنولد الآلي صلاح الأربع والهدف الأول جوتا الهدف الأول دياغو جوتا صلاح أسيس ودياغو جول الأحمر برجاله الليبر 1-0 أمام نورويتش. ألكسندر أرنولد إلي صلاح صلاح وأول أسيس في هذا الموسم يلعب لي جوتا وجوتا في الشبكة 1-0 في 27 دقيقة لعب. جيمس مينر كرة خطيرة ممتازة وفرصة أرجع حتى وشوت كرة وفرصة والهدف الثاني يضيع كرة ليفربول عالمية نارية راسية وخطيرة عودة له يا بوكي وكرة في الدفاع من قريب ماني 1-2 بعيد عن النبي كايتا جارو السيتي طبعا
سعيد حلوة ضربة راس خطيرة خطيرة يا ماتي جمهور وانصارو. الركنية الخامسة للهدف اللبناني يمشي تسيميكاسا وتشيميكاسا حلوة راشيكا وبوكي يلعب الكرة بالراس وترجع بالدفاع اللاعب جانوليس اليوناني وهربت الكرة طويلة كالعادة الهداف بوكي وماتي شينا بارشا يهرب الكساندر وكرة بسامس والشوط الأول ينتهي رسميا هنا على ملعب نورويتش. تشجيعات جمهور ليفربول لأنه ليفربول ربح خارج الديار وفرحة من جمهور نورويتش على الأداء وعلى الأداء المميز لفريق النورويتش عند الشوط الأول. نورويتش 0 ليفربول. من الدوري الفرنسي مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة مشوار 38 أسبوع وفرصة والهدف الثاني يضيع مرة أخرى. ضغط أحمر تواصل مع الأحمر قوة الأحمر أفضلية الأحمر الليفا الأحمر خطيرة عرضية والمتابعة بالرأس الغاية هدف والغاية تعادل والرأسية بالكروي أفضلية النوادي لكي لا يقول صحيح. كورة نورويتش سيتي الليفر يضغط شانس للجول يضرب كرة بالرأس ترجم الدفاع الكرة منتصرين في الجولة الافتتاحية كرة عرضية لصلاح والكرة ساديو ساديو يلعب الكرة ديوغو جول ديوغو خطيرة جدا صلاح يتمركز وتشوط يعدي الثالث وخطر انذار انذار على كانتويل هذا الفاول في خانة الفاولات التكتيكية ورقة صفراء ولا هدف ثاني هذا هو الخيار وهو السليم من كانتويل الكرة من أرنولد ألكسندر وبوكي يتابع والدفاع من فان دايك رد ليفربول والكرة ترجع بمشتر سالي لفهم التسديدة يمتع المباراة تتكرم شاط الثاني البداية حاضرة من نورو يرجع بالكرة مرة أخرى كرة لمصلحة تصير المفاجأة ويجيبوا أول نقاط يمشي التوزيع أرنولد على القائم الثاني كرة بعيدة من نفس المكان في 10 دقائق لعب بالضبط وروبرتو فيرمينو منطقي يقول مركز بمركز فيديو حلوة حلوة برشا أرنول أرنول ساديو بانطلاقة اليوناني والشوطة والأروع من إسميكاس والحارس يتصدى بإقناع كرول منظمة يمشي فيرمينو وحده فيرمينو هي ساديو شوط ساديو مش ممكن ضاعت يلعب صلاح يعودها جول 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 أسيس صلاح وروبرتو ديناميت قلت لكم فرصة الأحمر في الثاني تتجاوز إمكانيات نورويتش للتعادل هذا ما كان هي 20 دقيقة لعب من الشوط الثاني يمرر ساديو ماني وصلت لي صلاح يا صلاح سجل يا صلاح اكتب يا صلاح يا كاتب التاريخ هات الريشة واكتب بماء الذهب اكتب على مجلد الذهب احد اولاد الذهب صلاح يسجل الموسم الخامس على التوالي هدف في ماتش الافتتاح يلعب له اليوناني حط الكرة لصلاح كنترول وركنة يركن على الكوبري كوبري نورويتش ليفربول مرورا بالدوري الإنجليزي الممتاز 3-0 الامتياز.